10 مجلس الأمن يجتمع على كيميائي الدوما. إسرائيل تغير على مطار التيفور من أجواء لبنان. وأمريكا تهدد بالحرب على سوريا. أنا أعتقد ضربة محدودة وليست ضربة يعني لإسقاط النظام. شعب في بلدين جمعتهما الحروب. لما أروح على لبنان يعتبروني سوري، وهون بدهم يشوفوني لبناني. وهل تعطي المرأة الناخبة صوتها للمرأة المرشحة؟ النائب بالبرلمان هو وظيفته التشريع، تختار شخص بيقدر يشرع كفو وعنده مصداقية. صباح الخير. في اثنين الباعوث بعثت إسرائيل برسائل متعددة الاتجاه على جناح غارة انتهكت جو لبنان وعبرت سماءه إلى مطار التيفور العسكري السوري. الغارة لم تأتي من العدم كونها ليست المرة الأولى، لكنها حملت ردا جويا على ما تشهده الأرض، وذلك تزامنا مع اقتراب الجيش السوري من طي صفحة الغوطة الشرقية بإجلاء الفصائل المسلحة المعارضة من مدينة دوما. وكان لافتا التصريح الذي أدلى به رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا عاموس يادلين، حيث قال إن العملية أتت في سياق الصراع الإسرائيلي الإيراني الاستراتيجي المفتوح، لكن وراء الأكمة ما وراءها، فالإغارة نفذتها إسرائيل بالتنسيق مع حليفها الأمريكي، وتزامنت مع تهديدات ترامب بضربة عسكرية على سوريا. وبحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، فإن إسرائيل أبلغت واشنطن بخططها للهجوم على منشآت عسكرية في سوريا. وقال مسؤولان أمريكيان كبار لقناة NBC نيوز الأمريكية إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم على مطار التيفور. القبة الحديدية الروسية المنتشرة على مساحة المنظومة الدفاعية دمرت 5 من الصواريخ التي استهدفت التيفور، وأهم من إسقاط الصواريخ هو كيف ستتصرف موسكو في حال نفذت واشنطن وباريس وعيدهما بشن هجوم وشيك على دمشق. وهل ستسقط مثل هذه الضربات التفاهمات العامة الأمريكية الروسية في شأن سوريا؟ أم أن إسرائيل تريد توريط واشنطن أكثر في الوحول السورية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب نيته سحب قواته من هناك؟ مباشرة بعد الضربة توجهت الأنظار إلى كل من واشنطن وباريس، لأنهما هددتا بالرد على التقارير التي تتهم قوات النظام بشن هجوم كيميائي في دوما. وعلى الهجوم عقد مجلس الأمن جلسة طارئة اتهم فيها المندوب الروسي الغرب بدفع العالم إلى حافة الهاوية. ومع أن واشنطن وباريس سارعتا بعد الضربة إلى نفي الأمر، تبقى الأنظار معلقة على القرار الذي سيتخذه ترامب خلال الساعات 48 المقبلة في شأن الرد الأمريكي على الهجمات الكيميائية. ترامب الذي ترأس مجلس وزرائه ترك الباب مواربا وقال أمامهم إنه يتباحث مع القادة العسكريين وسوف يحدد المسؤول عن الهجوم، سواء كانت روسيا أم حكومة الرئيس بشار الأسد أم إيران أم الثلاثة معا. وفي موقف يشي بتراجع ترامب خطوة إلى الوراء، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يرغب بالانسحاب من سوريا، لكنه يريد أيضا ضمان منع الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. وإلى أن يستقر ترامب على رأيه، فإن طريق الحج إلى بيت المال السعودي سالكة آمنة بمعية ولي العهد محمد بن سلمان. فبعد الولايات المتحدة تستعد فرنسا لتقصد المنبع نفسه، وتتأهب لتغرف من المملكة عقودا واتفاقيات بإعلان الإليزي عن زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض نهاية العام، وذلك استباقا للقمة الثنائية المرتقبة بينه وبين ولي العهد في باريس. ومن غير المستبعد أن ينضم إلى اللقاء رئيس الحكومة سعد الحريري القادم على جناح مؤتمر سادر بحسب ما غرد مقربون، وأن غدا لناظر التغريدة بقريب.
جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للبحث في المزاعم حول هجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق. أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن الأمم المتحدة لا تستطيع تأكيد أو نفي صحة التقارير حول الهجوم الكيميائي في دوما السورية. وفي مطلع الجلسة الطارئة لمجلس الأمن للبحث في المزاعم حول هجوم كيميائي على المدينة، دعا دي مستورا مجلس الأمن الدولي لإيجاد آلية مناسبة للتحقيق في التقارير حول هذا الهجوم. التطورات الأخيرة تحمل معها أكثر من أي مرة سابقة مخاطرا حذر منها الأمين العام مؤخرا في مؤتمر الأمن في ميونخ. المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا تساءل من جهته ما إن كانت كل من واشنطن ولندن وباريس تفهم خطورة أفعالها وأنها تدفع العالم إلى الهاوية، وأشار إلى أن الدول الغربية مولت وسلحت الإرهابيين ونقلتهم إلى سوريا والآن أصيبت بالهستيريا بعد هزيمتهم، مؤكدا أن جيش الإسلام قصف المناطق السكنية في سوريا بحسب تعليمات مشغليه. وحذر الولايات المتحدة من أن أي ضربة عسكرية في سوريا قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة. أولئك الذين سيتحدثون ضدي وطبعا يلومون ويقولون النظام ويتهمون ما يسمونه بالنظام، أقول لهم لم يكن هناك أي هجوم. اليوم نقترح بأنه في مشروع القرار دعوا منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتي من خلال عملها ومن خلال السيد زومدوك أظهروا إرادتهم بأنهم يريدون التحقيق في هذه المزاعم، غدا دعوهم غدا يذهبوا إلى دمشق، وهناك السلطات السورية والقوات الروسية ستوفر الظروف الملائمة للسفر إلى المناطق التي زعم أنه تم استعمال الأسلحة الكيماوية فيها. المندوبة الأمريكية نيكي هيلي قالت إن العشرات قد قتلوا وأن المئات أصيبوا بالهجمات الكيميائية على دوما، وأن روسيا التي لطخت يديها بالدماء لن تشعر بالسوء تجاه كل هذا. واتهمت هيلي روسيا بمنع مجلس الأمن من القيام بواجباته لوقف القتل في سوريا. الوحش ليس لديه أي ضمير، ليس حتى لا تصدمه حتى صور الأطفال الذين قتلوا. وطبعا الآن سوريا تغطي أو روسيا عفوا تغطي هذا الوحش. لقد حاولنا من قبل، ولكن لا ينبغي أن نتجاهل دور إيران وروسيا في تقوية القدرة التدميرية لبشار الأسد. نحن قد تجاوزنا مرحلة صور الضحايا والأطفال الرضع وغيرها، ولقد وصلنا إلى النقطة التي ينبغي أن نرى فيها العدالة تتحقق. التاريخ سيسجل هذا كأنها اللحظة التي إما أن مجلس الأمن تحمل مسؤوليته أو أنه أخفق تماما في حماية المدنيين في سوريا. الولايات المتحدة سواء حدث هذا أو ذاك سترد. أما المندوب الفرنسي فقد وصف الحالة بالقول إنها بين النظام الدولي أو الفوضى، متهما الجيش السوري بتنفيذ هذا الهجوم. أكد البيت الأبيض أن سوريا غير قادرة على شن هجمات كيميائية من دون دعم روسيا وإيران، مشيرا إلى أن الهجوم في دوما يتسق مع نمط استخدام الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيميائية. وفي حين أشار البيت الأبيض في بيان إلى أن روسيا لم تلتزم بتعهداتها لضمان تدمير البرنامج الكيميائي السوري، أوضح أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يرغب بالانسحاب من سوريا، لكنه يريد أيضا ضمان منع الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، مؤكدا أن ترامب سيظل صارما بشأن روسيا إلى أن ترى واشنطن تغييرا في سلوكها. الهجوم على تيفور رسائل إسرائيلية متعددة الاتجاه. ووزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال في تصريح ليدعوت أحرونوت أن سلاح الجو الإسرائيلي عاد للعمل في سوريا.
مع اقتراب الجيش السوري من طي صفحة الغوطة الشرقية بإجلاء الفصائل المسلحة المعارضة من مدينة دوما، قصفت طائرات حربية مطار التيفور في ريف حمص الشرقي، موقعة إصابات مادية وبشرية. ومباشرة بعد الضربة توجهت الأنظار إلى كل من واشنطن وباريس، لأنهما هددتا بالرد على التقارير التي تتهم قوات النظام بشن هجوم كيميائي في دوما، إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون سارعت إلى نفي الأمر، كما أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن قواتها أيضا لم تشن الضربات. وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن إسرائيل أبلغت واشنطن بخططها للهجوم على منشآت عسكرية في سوريا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين قصفتا المطار بثمانية صواريخ موجهة، مشيرة إلى أن الدفاع الجوي السوري دمر 5 صواريخ من أصل 8. ومن جهته أعلن الجيش اللبناني خرق 4 طائرات إسرائيلية للأجواء اللبنانية فجر اليوم الاثنين في توقيت متزامن للهجوم على مطار التيفور. ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق على الضربة الجوية، لكن موقع والا الإخباري العبري ومن على شاشة التلفزيون الخاصة به استضاف عددا من الخبراء والمختصين في تل أبيب بالشؤون الأمنية والعسكرية لمناقشة الحدث. وكان لافتا الأقوال التي أدلى بها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا عموس يدلين، حيث قال إن العملية أتت في سياق الصراع الإسرائيلي الإيراني الاستراتيجي المفتوح، وأشار إلى أن الأمريكيين قد يقومون بضربة جوية عسكرية ضد سوريا خلال أيام أو خلال اليوم المقبل. وبحسب وسائل إعلام إيرانية فقد قتل 3 مقاتلين إيرانيين على الأقل جراء قصف مطار التيفور. واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الحادث خطير في ظل وجود لاعبين لم يدعهم أحد إلى سوريا ولديهم أهداف معلنة وغير معلنة، وأكد التزام بلاده تجاه دمشق في حال حدوث عدوان أمريكي على الأراضي السورية. الوضع في سوريا يزداد خطرا مع الضربة التي وجهت اليوم لمطار التيفور، ولدى روسيا التزامات تجاه دمشق في حال حدوث ضربة أمريكية، والاتهامات في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا مجرد استفزاز. ممثل روسيا والهلال الأحمر العربي السوري لم يجد آثارا لاستخدام الكيميائي ضد المدنيين. وعلى الرغم أن المنظومات الدفاعية الروسية ساهمت في تدمير 5 من الصواريخ التي استهدفت التيفور، فإن السؤال هو كيف ستتصرف موسكو في حال نفذت واشنطن وباريس وعيدهما بشن هجوم وشيك على دمشق؟ وهل ستسقط مثل هذه الضربات التفاهمات العامة الأمريكية الروسية في شأن سوريا، أم أن إسرائيل تريد توريط واشنطن أكثر في الوحول السورية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب نيته سحب قواته من هناك؟ بانتظار قرار البيت الأبيض، كيف تقرأ التهديدات الأمريكية بضرب دمشق؟ بعكس المنطق وفور شيوع نبأ استهداف مطار التيفور في ريف حمص، اتجهت الأنظار إلى البيت الأبيض، إذ توقع المتابعون أن الصواريخ التي استهدفت المطار أطلقتها الجهة نفسها التي استهدفت مطار الشعيرات في نيسان من العام 2017. حتى الظروف التي سبقت الضربتين مطابقة، الأولى جاءت ردا على هجوم كيميائي في خان شيخون، وضربة فجر 9 من نيسان 2018 سبقها هجوم كيميائي على دوما. لكن الدفاع الأمريكية أنكرت الضربة قبل سياح الديك، كذلك فعلت كل من بريطانيا وفرنسا، فيما وارب العدو الصهيوني، إذ أعلن رئيس الاستخبارات السابق أن نفي أمريكا الوقوف خلف الضربة يعني أن هناك سلاح جو آخر قصف، إلى أن خرجت NBC نيوز بخبر نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم. أصعيد الكلام الذي سمعناه من الرئيس ترامب بأنه أنه على الرئيس الأسد أن يتحمل مسؤولية ما جرى في الغوطة بالهجوم بالغازات السامة، وبأنه سيدفع ثمنا باهظا يعني. كما أنه المواقف الأوروبية يعني سواء بريطانيا أو فرنسا اللي جاءت متطابقة تقريبا مع الموقف الأمريكي بالتصعيد، وهذا يؤشر أيضا بأنه يمكن للدولتين أن تشاركا في أي ضربة جديدة يعني. وهذا بالفعل يعطي للأمريكيين بأنهم عم بيقوموا ضمن تحالف دولي بمعاقبة النظام لاستعماله وخرقوا الخط الأحمر باستعمال هذا الغاز يعني. لذلك من هون ممكن أن تأتي بدورها الإدارة الأمريكية لا تزال تتحرك على أعلى مستويات،
إذ يعقد اليوم ترامب اجتماعا مع كبار القادة العسكريين والوزراء، يحضره وزير الدفاع جيمس ماتس ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد، بالتزامن مع تولي جون بولتون المؤيد لشن ضربات جوية ضد سوريا بشدة منصبه كمستشار الرئيس الأمريكي الجديد للأمن القومي. أنا أعتقد ضربة محدودة وليست ضربة يعني لإسقاط النظام أو ضربة يعني يمكن أن تدفع الروس يعني في مواجهة هذه الضربة. أنا أعتقد بأنه يعني لن تنزلق القوى العظمى إلى مواجهة مباشرة فيما بينها. يعني أنا أعتقد بأنه أي ضربة ستكون ضربة صاروخية قد تكون يعني لا يمنع أبدا أيضا يعني إمكانية استعمال الطيران الحربي بدل الصواريخ، يعني عم نحكي صواريخ مجنحة أو صواريخ كروز، كما أنه يمكن استعمال مقاتلات من أجل توجيه ضربة قوية. لكن الأنظار تتجه اليوم إلى مجلس الأمن الذي يعقد جلسة طارئة لبحث ملف دوما. أولا يعني اجتماعات مجلس الأمن اليوم التي تنعقد اليوم بالذات يعني هي دليل على أنه أمريكا تريد أولا أن تطرح هذا الموضوع حتى يتحرك المجتمع الدولي باسم مجلس الأمن لمعاقبة يعني النظام السوري. لكن إذا استعملت روسيا أو روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن فهذا يحرر يعني أمريكا وحلفائها في الناتو من بالواقع مراعاة هذا الفيتو والذهاب بنوع من الشرعية الدولية ولم تكن كاملة يعني خارج عن مجلس الأمن من أجل توجيه ضربة إلى سوريا. في الذكرى 15 لاقتحام القوات الأمريكية بغداد وانطلاق شرارة زعزعة أمن المنطقة لولادة شرق أوسط جديد، تعود الأنظار إلى البيت الأبيض لاكتشاف مستقبل شرق أوسط طاس ولادته على يد القابلة الأمريكية. فهل تأتي الولادة قيصرية بصواريخ جديدة أم أن التدخل الروسي يجهد المخطط الأمريكي في رحمه؟ حسان الرفاعي، قناة الجديد. رغم الحرب السورية آلاف اللبنانيين لا يزالون يقيمون في العاصمة دمشق، والجديد تلتقي عددا منهم. فيما تعلو الأصوات في لبنان حول الأزمة التي سببها النزوح السوري، وفي وقت يطالب فيه البعض بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، من يصدق أن عشرات الآلاف من اللبنانيين ما زالوا يقيمون في العاصمة السورية دمشق؟ الفكرة أنه الوطن مو بس جنسية، يعني الوطن هو أرض بتعيش فيها أهل أحباب رفقة. لما أكون بالشام ونفوت بشي حديث سياسي أنا ورفقاتي أو يحتد النقاش دغري، مثلا أول شغلة بلاقوها أنه يكبشوا علي أنه أنت شو دخلك أنت لبناني مثلا، هي بيتذكروها. لما أروح على لبنان أول ما أطلع مع شي تاكسي دغري بيقول لي، بيطلع فيني بكون عم بحكي سوري، فبيقول لي كيف الشام، طمنا أنه شو الوضع بالشام. فهونيك بيعتبروني سوري وهون وقت بدهم بيشوفوني لبناني. فلهيك هي الحالة ما بعرف، يمكن سلبية يمكن إيجابية. نأى معظم اللبنانيين المقيمين في سوريا بأنفسهم عن الأزمات السياسية، خصوصا وأن معظمهم لجأ إلى الشام هربا من الحروب التي شهدها لبنان. أولا أنا خلقان بالشام وطفولتي كان بالشام وتعلمت دراستي بالشام، وفعلا أنا كان عندنا أكثر من فرصة يعني نطلع على لبنان ونعيش بلبنان أنا وزوجتي وأولادي، بس ولكن أنا اللي اخترت إنه أنا يعني مرتاح أنا هون، الحمد لله أنا ما صار علي شيء، كان في أزمة قوية وفي خوف وفي رعب، بس مرتاح جدا أنا بالشام ولقيت حالي إنه ضل بهالبلد، وشغلي كمان صار هون، فما عاد فكرت بالطلعة على لبنان، أما أنا لبنان ما بقطعها، بطلع دائما على لبنان وأخواتي بلبنان. تقلب لطيفة صورا من ذكرياتها في بلدها الأم، تشعر بالحنين لمسقط رأسها، ولكن الحنين الأول يبقى للشام. بس الانتماء بضل للشام أكثر بما أني تعودت على عادات الشام. كل فترة إحنا عنا فترة، كل فترة نطلع ومنسافر على لبنان، نجتمع بقرابينا اللي هنيك، نحضر أعراسهم، نشوف عاداتهم. منحن أحيانا بس مو مثل حنينك للشام، للمكان اللي خلقتي فيه، بنيتي حالك فيه، كله بيختلف. يدخل الآلاف من اللبنانيين يوميا إلى سوريا عبر المعابر الحدودية، ولأسباب اقتصادية وعائلية يعيش هؤلاء حياتهم بين لبنان وسوريا، وهو ما يجعل مقولة شعب واحد في بلدين أمرا واقعا بحكم التاريخ والجغرافيا والحروب. صدام حسين،
قناة الجديد. هل ستمنح المرأة اللبنانية الناخبة ثقتها للمرأة المرشحة؟ من أقصى شمال لبنان إلى أقصى جنوبه، النساء حاضرات على ساحة الانتخابات النيابية وبأرقام غير مسبوقة بلغت 84 مرشحة بعد إقفال باب تشكيل اللوائح، أي حوالي 15% من عدد المرشحين للانتخابات. ولكن العبرة تبقى بالنتيجة، فهل ستضع المرأة الناخبة ثقتها بالمرأة المرشحة؟ ما بشوف أنا في كتير قلة ثقة، بس معك حق بنقطة معينة، يمكن لأنه خبرة المرأة السياسية بعدها طازة، بعدها جديدة، إلى أن تثبت المرأة نفسها، وهذا اللي بنتمناه بهالدورة، أكيد حتكبر ثقة الناخبة والناخب. أنا بقولها للمرأة الناخبة إنه هي هلأ خلص بطل في محسوبيات، وبطل هيدا الشخص هو خدمني وهيدا عمل لي خدمة وهيدا موظف لابني. النائب بالبرلمان هو وظيفته التشريع، تختار شخص بيقدر يشرع كفوق وعنده مصداقية وعنده ماضي مشرف. بالسؤال نفسه توجهنا إلى الشارع لأخذ عينة من آراء الناخبات حصرا، انطلاقا من حاجتهن للمشاركة البرلمانية تشريعا وتمثيلا. رح تعطي صوتك التفضيلي لامرأة لتحمل قضاياك؟ مش مهتمة للموضوع نهائيا عن جد، كل صراحة لا. ما بيهمك ليه؟ بحس انه الزلمة فعال اكتر بهالأمور، وكرمال هيك انه ما بحب البنت كتير، يعني تعطي تهمل اشياء كتير كله كرمال السياسة، لا خليها عندها هي صيد لإلها. مش ضروري، ما هي المرأة عم بتساوي الرجل، ما أنا كمان بدي أشوف إذا هي خارج أنه تكون بعطيها صوت تفضيل. أنا برأيي أنه المرأة هي أكثر شخص بقصر بحق نفسه. ولا أكيد بحب، بس أنه إذا بالليست اللي بدي أختارها ما في مرأة يعني لازم أعطيها صوتي، مش ضروري يعني. لا، الرجال بيعرف بقضايا المرأة أكثر من المرأة نفسها. ليه ما رح تنتخبي امرأة؟ بس كلها أنه مش ما في شفافية. ضري للشباب؟ صراحة لا. لا. ليه؟ عشان بدنا سعد والمشنوع. صراحة أنا بدعم أكيد المرأة من هالناحية السياسية، بس مساقب بالبقاع ما في امرأة حالياً أنه ننتخبها. إيه أكيد، نحن بهمنا يكون في عنا نساء بالمجلس النيابي. هل رح تعملي هذا الشيء بالانتخابات؟ منشوف حسب الأسماء. هذه العينة المستطلعة قد تعكس المزاج العام السائد في البلاد، لكن لهذه النتيجة أسباب، بعضها يتعلق بالواقع السياسي والاجتماعي اللبناني، والبعض الآخر قد يكون ناتجاً عن أزمة ثقة بالمرأة نفسها. أنا برأيي في نوعين من الرأي، خلينا نقول رأيين. أول رأي ما بده يصوت للمرأة، مش لأنه ما عنده ثقة بالمرأة أو بيكره المرأة، لأنه ما جرب المرأة بمواقع القرار. والرأي الثاني بيقول ما بده يصوت للمرأة لأنه بيشوف أنه المرأة مغلوبة على أمرها من قبل الرجل، وهذا الشيء مش صحيح. أنا مرشحة ضمن لائحة كلنا بيروت، ونحن برمنا كثير على الطرقات. امبارح كنت بشارع مارليس وبرمنا وعم نحكي مع النساء، النساء كثير كثير ردت فعلهم حلوة. بالنسبة لنا ما بقى لازم نتداول هالأفكار الموروثة والصورة النمطية حول المرأة. المرأة بالانتخابات البلدية السابقة حسب دراسة عملتها لـ NGI صوتت للمرأة بكثرة. لما نقول دايما عطيه الصوت التفضيلي لا يلي بيستاهله، يلي بيستاهله ممكن ومعقول يكون كتير امرأة. أنا بقول في تمني بتوجه بقول لها يا أختي يا بنتي يا أمي يا صاحبتي يا رفيقتي، حطي ثقتك فيني وباللي مثلي، وبتشوفي أنه نحن رح نبيض لك وجهك ورح نكون قد المسؤولية. هذا المزاج النسائي لا يزال حتى اليوم حبراً خارج الورق، وإن كان لابد من تغييره فالفرصة لا تزال سانحة قبل البصم بحبر السادس من أيار. حسين طليس، قناة الجديد. إضراب العمال في مؤسسة كهرباء لبنان وامتناعهم عن إصلاح الأعطال يحرم مواطنين من الكهرباء لأكثر من 20 يوماً. خط الكهرباء المقطوع هذا يحرم عددا كبيرا من أبناء بلدة الهلالي قضاء بعبدة من التيار الكهربائي، ما يلحق أضرارا مادية بالسكان كما بأصحاب المحال في هذا المجمع الصناعي. وقت اجت أزمة الهواء الأول من شي 20 يوم 25 يوم لقينا أنه في عنا شريط توتر هوني مقطوع، قلنا ثلاث جماع من نادي شركة الكهرباء بحمدون، لأنه نحن لشركة كهرباء بحمدون شوي قلونا لشركة كهرباء بعلاي، نزلنا على شركة كهرباء علي ثلاث أربع مرات ما عم يأمنوا لنا قطع من شان يجي حدا يوصلنا إياها.
العطل الكهرباء صرنا 25 يوم هون وما في كهرباء، والعالم عم تيجي تهزنا بالنسبة للمصلحة والسيارات وهالموضوع، وشغل ما في. صرنا تقريبا شو 21 يوم بلا كهرباء، ما خلينا اتصال ما عملناه، دقينا لبيروت قالونا دحوا بيروت، دقينا لبيروت لمسيو حداد اعطانا رام ربيع هاشم بعلي كمان توصلنا معه، دقينا لهم شو بتريدوا يا شباب؟ ضلنا 21 يوم بلا كهرباء، شو قضيتها؟ شو ما كانوا في حدا. اتصالات ومطالبات عده بالمعنيين في شركه الكهرباء والحال لم يتغير، والسبب الاساسي اضراب العمال. انا علي حكيت شركه الكهرباء على اساس انه يجي يوصلوا، قالوا لنا لنا 4 أشهر ما عم نقبض مصاري، نحن مش مستعدين نوصل. قالوا لنا في شاب اسمه مبتبو فخر الدين هو مستلم هذه الصيانه بعدين. تواصلنا نحن وياه ندق له اخر شيء بطل يرد علينا. عذرهم شيء بيقول لك مأضرب، شيء بيقول لك هون الشباب جبنا شخص قال لي خي ما في يطلع، أنا إذا ما في بتنسيق ويقدر يقطع الكهرباء القط، قال لي شالته ربع ساعة، إذا ما في تنسيق يقطع الخط الكهرباء الأمي يعني الرئيسي هون ما حدا بيقدر يطلع العمود. ومثل ما أنك شايف عم نشتغل على المونتير، بدهم صناعة، ما في صناعة استثمار، بتكون العالم تشتغل، هي مثل ما أنك شايف، بتطلع بليرة بتحط ثلاثة. إضراب العمال وأصحاب الحقوق يؤثر سلباً على المواطنين أصحاب الحقوق أيضاً، وبين حق العمال وحق المواطنين تقف الدولة على الحياد ولا تبادر لحل أزمة تتسبب بأزمات. هادي الأمين، قناة الجديد. شو قالت للعصفورة عن وضع الطيار الوطني الحر في جبيل؟ قالت لي العصفورة أنه الطيار الوطني الحر بيفوز بمقعد ماروني من أصل 2 بقضاء جبال، وهالمقعد كان مفروض يروح 100% للنائب سيمون أبي رميا، لكن مع إقفال اللوائح ووضوح التوازنات عم يبين أنه فوز أبي رميا مش محسوم أبدا. زميله على اللائحة العونية وليد خوري عم يتقدم عليه بأربع أقلام كبار، هن بلتو عمشيت، مدينة جبال، العقورة المستاءة من أبي رميا، وأرطبة. وخوري هو صهر المرشح نعمة فرام اللي يقدر عدد موظفي شركاته بقضاء جبال ب 1500 موظف على الأقل، علما أنه المشاكل العونية الداخلية نتيجة الانتخابات الحزبية خلت كل خصوم أبي رميا يصبوا لمصلحة خوري. وهيك يبدو بحسب العصفورة أنه مهمة احتفاظ أبي رميا بمقعده على حساب زميله خوري مش رح تكون سهلة أبداً. بعد الفاصل، النفيخة في البحر والمسؤولون يصطادون الأصوات. أهلا بكم من جديد. النفيخة سمكة تجتاح لبنان وتقضي على ثروته البحرية، والدولة غائبة. صوب المحمية ما ضل حياة هون. هي سمكة النفيخة التي اجتاحت الشواطئ اللبنانية. هيك هيك لبعضك، لما بتعلق سمكة بالشبك دغري بتاكلها، حتى لو كانت من بين جنسها بتاكلها. مرقنا يوم واحد هيدي السمكة سيطرت على الجزيرة، ما بقى في سمك ابدا 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 ممكن يعيش بهالمنطقة ابدا. خلص هذه السمكة قضيت على البحر. يتسبب هذا النوع من الأسماك بأضرار كبيرة على الثروة السمكية، وهو من نوع الأسماك الذي لا يؤكل لأنه يتسبب بالتسمم في حال لم ينظف جيدا. هذا النفاخ جينا بلاء، إن كان على الشريك وإن كان على الشبيك، الشبيك عم بينزل كمان بده يحط شبيك، الدروفيل بتنطفو والنفاخ بينطفو، يعني عم بيروحوا شبيك بقوا ما في حدا يعني عم يعوضهم، ما لنا غير رب العالمين. ويعني ايام بنتضايق حال عدد بان وبنروح ننزل فيها عم نروحها. في سمك بالمليارات عم ياكل الاخضر واليابس، اكلت اغدى عن السمك اللي بدها تاكله، اكلت المرعى، يعني اذا في سلطعون صغير، قلب اريدس صغير، توتيا بالبحر تاكلت، يعني عم تاكل اطنان من بحرنا كل يوم. وجود سمك النفيخة يؤثر سلبا على قطاع الصيد، والصيادون يطالبون الدولة بالتحرك. نحن بنطلب من وزارة الزراعة حتى يعني وزارة البيئة انه يدخلوا تكرمل هذا موضوع النفيخة، لانه كثير هذا الموضوع صار عم يتكاثر، ويعني بالنسبه صارت احجامهم كبيره، يعني نحن اليوم نتخوف فيها بالنسبه لانه للناس حتى اذا بدها تسبح على الجزر ولا تسبح بالبحر لانه صارت كثير عم تكبر. بدها سوق تصريف، باليابان بتنباع بس عندنا ما بتنباع لانها مسمى،
يعني اذا الدوله بتاخذها بتتلفها او بتعمل شيء او بتشجع صيدها، يعني لو باسعار يعني رخيصه بس لانها تشجع الصياد، منه عم تعين الصياد بمعيشته ومنه عم تعينه ليخلي بحره عايش يستمر. لا يجد هؤلاء الصيادين من يسمع شكواهم ليحمي مصدر رزقهم الوحيد، ولكن لا بأس، فالوزراء والمسؤولون المعنيون مشغولون باصطياد الأصوات الانتخابية. هادي الأمين، قناة الجديد. تحالف كلنا وطني يعلن عن لوائحه الانتخابية كافة في 9 دوائر انتخابية. في احتفال حاشد أقيم في الفوروم دو بيروت، أعلن تحالف كلنا وطني عن أسماء مرشحيه 66 الموزعين على 9 دوائر انتخابية. نحن سوا منقلكم انتخبونا كلائحة كلنا وطني لحتى تكونوا عم تربحوا صوتكم. تخلل الإعلان عن اللوائح كلمات لعدد من المرشحين وشريط ترويجي يحاكي برنامج التحالف الذي ينوي المرشحون تطبيقه في حال وصولهم إلى الندوة البرلمانية. طيار جدي، نحن هون اليوم عم نقدم برنامج انتخابي وأشخاص أصحاب خبرة ومشاريع كانت تلجأ إلهم المؤسسات الرسمية ليقدموا مشاريع وخطط وتنرفض إذا ما كانت بشكل بينفع محاصصاتهم. المرشح عن المقعد الكاثوليكي في المتن والوزير السابق شرب النحاس أعلن خلال الاحتفال أنه لم يعد هناك عذر لأي لبناني بانتخاب فاسدين ومرشحين انتهت صلاحيتهم. القصة منا سياسية، قصة أخلاق وجرأة. طلبتونا إنه نجمع أول اعتراض هو المجتمع، إنه تتوحد. توحدنا، ما حدا بقى عنده عذر ليشتري بضاعة فاسدة وخالصة بدتها. بمواجهة زعماء طوائف ومندوبين لدول أجنبية ومشاريع سرقة نجحنا إنه نجتمع، عملنا بيلي بقيوا قوى سياسية وشخصيات وجمعيات. منا بالضرورة متفقين على كل شيء، بس متفقين على خوض الانتخابات بكل لبنان تحت شعار واحد كلنا وطني ب9 دوائر 66 مرشحة ومرشح. والأهم متفقين على هدف واحد، تأسيس دولة فعلية بلبنان وبهالشرق الجريح تيبقوا اللبنانيين بأرضهم. ويشكل تحالف كلنا وطني أكبر تحالف انتخابي على صعيد المناطق اللبنانية كافة، بتحالفات واضحة وغير متقلبة بحسب الدائرة الانتخابية. استقبل راعي أبرشية صور وصيدا ومرج عيون وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت الياس كفوري وزير المال علي حسن خليل على رأس وفد من حركة أمل يرافقه النائب قاسم هاشم، ومهنئين بعيد الفصح المبارك في دار مطرانية الروم الأرثوذكس في جديدة مرج عيون. الوزير خليل شدد خلال اللقاء على ضرورة توظيف اهتمام المجتمع الدولي بتجربة لبنان بطريقة صحيحة من خلال بناء دولة المؤسسات وعودة ثقة المواطن إلى الدولة. ولفت خليل إلى أن هذه الدولة يجب أن تكون عادلة ومحكومة بقواعد الإصلاح وعدم الاستغلال، داعيا إلى أن يكون هناك إصلاحات حقيقية، لأن من دون الإصلاحات لا يمكن ترجمة الاهتمام الدولي إلى نتائج فعلية على الأرض. اليوم سمعنا من الدول برا استعدادات لتمويل كتير من المشروعات، لكن الأهم أنك أنت كيف بالبلد بدك تقدر ترسم أولوياتها، كيف بدك تقدر تحط هالمشروعات بإيد أمينة، كيف بدك تمنع الفساد فيها، كيف بدك تمنع الهدر فيها، كيف بدك تحولها لفرصة للنمو بدون ما تكون فرصة لزيادة أعباء الدين على الدولة وعلى الناس. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل يستغرب إجماع الكتل النيابية على إقرار المادة 50 في الموازنة، واصفا إياها بالغطاء لتوطين النازحين السوريين. الملفات البيئية وتحديدا في منطقة المتن كانت جوهر اللقاء الذي جمع حزب الخضر برئيس حزب الكتائب سامي الجميل في قرنة شهوان. أجميل أكد أنه يخوض المعركة البيئية إلى حين إعادة فخر اللبنانيين بوطنهم الأخضر. لأنه أنتوا عم تعطوا لمليون ونص لاجئ سوري بلبنان حق الإقامة الدائمة، وهيدي الإقامة الدائمة هي بمثابة توطين. شو يعني إقامة دائمة؟
أنه شهد تعبير الخبيث كرمال تلتفوا على مادة التوطين يلي هي بمقدمة الدستور. يعني أنتوا عم تمنعوا الشاب اللبناني بأنه ياخد كارد سكاني ويقدر يعمل عيلة ويقدر يتجوز ويعمل عيلة بهيدا البلد، وعم بتسهلوا للاجئين السوريين بالتملك والتوطين. بدنا طبابي، بدنا تعليم، بدنا ضمان شيخوخة، بدنا فرص عمل لبناء هيدا البلد. ودعا جميل إلى رفض ممارسات السلطة السياسية بحق الشعب اللبناني من خلال الانتخابات المقبلة وعدم الاستسلام أمام المال، مؤكدا أنها معركة بين المعارضة والموالاة. اكتمل عقد اللوائح عن الدائرة الثالثة في بعلبك الهرمل بولادة لائحة الإنماء والتغيير من دورس بحضور الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب. وتضم اللائحة رئيس حركة قرار بعلبك الهرمل نجل رئيس مجلس النواب الأسبق علي صبر حمادي، عباس ياغي وعلي زعيتر عن المقاعد الشيعية الثلاثة، وعبد الله الشل وسميح عز الدين عن المقعدين السنيين، وسهام أنطون عن المقعد الكاثوليكي، وشوقي الفخري عن المقعد الماروني. كثير مهم انه بلش نتعلم ثقافة المحاسبة في الانتخابات، بمعنى انه اللي بيكون بموجود بمركز مسؤولية لازم نحاسبه على أدائه، إذا كان أدائه مرضي فنكافئه ونعيد الاقتراع له، أما إذا كان أداؤه غير مرضي فلازم نحاسبه ونغيره. بدي أسألكم، أنتوا راضين على الأداء السياسي اليوم؟ مش عم بسمع منيح؟ فإذا مسؤوليتكم كنت تغيروا. والسؤال الثاني، السؤال الثاني اللي بدنا نسأله، ليش بدهم يكونوا اللي بيمثلونا بمنطقة بعلبك الهرمل قرارهم مش بإيده؟ ليش بحاجة للرجوع إلى مرجعيات خارج منطقة بعلبك الهرمل في القرارات السياسية اللي بيتخذوها؟ بمعنى النائب وظيفته إنه يسن قوانين ويحاسب حكومة، هل الممثلون اليوم قادرين يوافقوا على قوانين ويحاسبوا حكومة إلا في حال رجوعهم إلى مرجعيات خارج منطقة بعلبك الهرمل؟ لنعلن معهم خيارنا الحر والمستقل للتغيير، متخذين من الأمن والعدالة والتنمية عنوانا، لأن العدل لا يتحقق بصلاح الحاكم والمحكوم ولا يسود بصلح لجنة الإصلاح، وإنما يتطبق وإنما بتطبيق القانون واتباع نظام حكم عادل جريء. وبعتقد كلنا سوا منعرف انه اي تعديل ضمن نظام طائفي قائم على تقاسم الحصص وعتناهش المغانم حتى من الزبالة هو مجرد وهم. بعد 92 شو صار اسمه؟ بسبب هؤلاء المسؤولين اللي لاعطين كل البلد وكل إمكانيات هذا البلد، صار اسمه بلد النفايات، بلد الفساد. ايه أنا بحلم بوطن، لما بدي فوت على المستشفى ما بدي أوقف على باب أي مسؤول، ما بدي أتسكع على باب أي حدا، بحلم بوطن بكرة لما تكبر بنتي تفوت على الجامعة من غير واسطة أي مسؤول. أنا ما حلمت بشيء إلا ما بفزني، أنا ما وعدت بشيء إلا ما جربت نفذه، هلأ بدي نفذه معكم، معا نستطيع. أنهى المؤتمر التأسيسي لأمراض وجراحة وزراعة الكبد والبنكرياس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعماله وسط حضور علمي عربي وعالمي مميز بإسناد رئاسته إلى البروفيسور محمد جواد خليفة، وتم وضع خطة كاملة لتطوير الأبحاث وتبادل الخبرات وتحديث برامج التعليم في هذا المجال. وسوف تشهد العاصمة بيروت في العام 2020 انعقاد المؤتمر بمشاركة عربية وعالمية كثيفة. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. لا
نفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي الرسمي اعتصاما أمام وزارة التربية للمطالبة بحقوقهم وأبرزها التثبيت في الملاك. احنا قرارنا كان طالما لا هناك تثبيت لا هناك انتخابات، لن ننتخب، سندعم لوائح المعارضة وندعم كل نائب يقول أنه سيقف إلى جانب المتعاقدين. نظمت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال احتفالا على ضفاف العاصي في الهرمل برعاية رئيس بلدية الشواغير محمد الحاج حسن وبحضور فعاليات المنطقة. معركة أخذ مقعد مقابل 127 مقعد، ليش؟ شو هالشعار الفارغ؟ الشعار الثاني عين على بعلبك الهرمل وأم المعارك، كل هاد مشان يجيبوا لنا انماء. تحت شعار يوم للحياة والفرح على أرض الموت والقهر، نظم الحزب الشيوعي يوما ترفيهيا لتجديد العهد ومواصلة مسيرة النضال والمقاومة من أجل استكمال تحرير الأرض والإنسان، بدعوة من ناشطين وأسرى محررين من سجون الاحتلال وعملائه، وذلك في باحة معتقل الخيام قضاء مرجعيون. ووجودنا هون هو صرخة ونداء وتحية أولا لكل المنتفضين في غزة، لهذا الشعب. تداعينا من كل المناطق لنحاول إراءة واقعنا الحاضر من جديد وتطوير آلية عملنا كأسرى محررين، خاصة لاستكمال مسيرة انتزاع حقوقنا المنسية وتفعيل دور المكتب، مكتب الأسرى. وصف رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد معرض الكتاب بالعرس الثقافي السنوي الذي لم يتوقف منذ 28 سنة، وقفز فوق مفهوم الكتاب السلعة ليتحول إلى واحة للمعرفة والتعرف إليها، وأكد أن هذا المعرض خلال مسيرة طويلة انطلق من قناعة ثابتة لإنماء المنطقة وإيمانا بأن الوطن يحتاج إلى بناء إنسانه، وهذا البناء لا يقوم إلا بإغناء العقل بالمعرفة. كلام مراد جاء خلال افتتاح معرض الكتاب العربي الثامن 28 في قاعة الجامعة اللبنانية الدولية في الخيارة البقاع الغربي، ثم جاء الأمراض والحضور في أرجاء المعرض. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل المحققون يتحرشون بعهد التميمي. أهلا بكم من جديد. أصدرت عائلة أيقونة الاحتجاج الفلسطيني عهد التميمي شريطا مصورا يظهر فيه محققان إسرائيليان يهددانها ويعلقان على جسدها وبشرتها الفاتحة وعينيها الملائكية، ويظهر في الفيديو أحد الرجلين وهو يقترب كثيرا من التميمي التي تلتزم الصمت. وأفرج الوالد التميمي عن مقتطفات من فيديو للاستجواب بلغت مدته 90 دقيقة، وشاهدته الأسوشيتد بريس كاملة. أنا محقق من إسرائيل، بنعمل القانون هنا، بمشي بالقانون.
بعدما أفشلت الولايات المتحدة مجددا اعتماد بيان صحفي من مجلس الأمن يدين قتل المدنيين في غزة على يد قوات الاحتلال، يبحث الفلسطينيون عن خيارات أخرى لإدانة إسرائيل. ونص البيان الذي صاغته الكويت الدولة العربية العضو في مجلس الأمن على قلق أعضاء مجلس الأمن الشديد إزاء الأوضاع على حدود غزة للأسبوع الثاني على التوالي. ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية لافتة إلى أن تعطيل أمريكا لدور مجلس الأمن ومنعه من تحمل مسؤولياته يفرض على الدول الأعضاء والمجتمع الدولي البحث عن صيغة جديدة لعمل المنظومة الأممية، بحيث تبطل هذه الصيغة مفعول الفيتو والاعتراض الأمريكي إذا كان مخالفا للمبادئ والمواثيق والأهداف التي أنشئت على أساسها المنظومة الأممية، الأمر الذي يشرع شريعة الغاب ومفاهيم البلطجة والقوة. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستواصل العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين وأمنيين وعسكريين. بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية تستغرق يومين إلى فرنسا، ومحادثاته تركز على سوريا واليمن وإيران. تضامنا مع ضحايا اليمن وتزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، تظاهر عشرات الناشطين اليمنيين والأجانب في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على بيع فرنسا أسلحة للسعودية، واصفين ما يحدث في اليمن بالمأساة الإنسانية المخزية. أوقفوا مبيعات الأسلحة للسعودية، مطلب يهدف إلى الضغط على السعودية لإيقاف حربها في اليمن. نحن مصدومون لأن فرنسا تعد بلداً راعياً لحقوق الإنسان، والسعودية لا تحترم أي من هذه الحقوق. أهداف السعودية تتجه نحو الغموض أكثر فأكثر، كما ويتساءل المراقبون إن كانت النوايا في هذه الحرب شخصية في جوهرها. ومن المقرر أن يلتقي ابن سلمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء لبحث الاتفاق النووي الإيراني والصراعات الدائرة في اليمن وسوريا، ويبقى مكان إقامة الأمير في فرنسا سريا، فيما نزل قسم على الأقل من الوفد المرافق له في فندق جورج الخامس الذي تملكه العائلة المالكة السعودية في باريس حسب ما ذكرت وكالة فرانس بريس. في يوم التكنولوجيا النووية، الرئيس الإيراني يحذر من مغبة تفكيك الاتفاق النووي. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي، لأن رد طهران سيكون أقوى مما يتخيل. روحاني وفي خطاب خلال مراسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية أكد أن بلاده لن تنتهك الاتفاق النووي، وخاطب الرئيس الأمريكي بالقول: إن هذا الشخص يسعى على مدى 15 شهرا من أجل تفكيك الاتفاق النووي، صرفوا الملايين لانهيار هذا الاتفاق لكنهم لم يفلحوا. إذا أرادوا نقض عهودهم فعليهم أن يدفعوا الثمن. سنكون المنتصرين على مستوى الرأي العام إذا فكروا في إلغاء الاتفاق. قدراتنا ليست للاعتداء على أحد، وستبقى علاقاتنا حميمة مع الجيران. نريد أن نكون قوة إقليمية كبرى، وسلاحنا ليس ضد جيراننا، سلاحنا وصواريخنا للدفاع عن البلاد فقط. الاتفاق النووي حقق المكاسب لكل أطرافه. رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي أعلن بدوره أن إيران ستبقى ملتزمة بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي إلا إذا انقلبت باقي الأطراف عليه. إذا غيرت باقي الأطراف مواقفها ستتخذ إيران مواقف على أساس ثوابتها التي تقوم عليها سياستها الخارجية. تأسف إيران لحرف بعض الأطراف مسار التزامها بشأن ما ورد في الاتفاق النووي رغم صراحته، ونطالب بضرورة التزام الأطراف الموقعة عليه بتعهداتها من دون تهرب. هذا وأزاح الرئيس روحاني الستار عن 83 إنجازا نوويا لمناسبة الذكرى 12 لليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، وأوعز بنقل أول شحنة من الكعكة الصفراء من مجمع أردكان في محافظة يزد لتغذية منشأة أصفهان النووية. والكعكة الصفراء تم إنتاجها محليا، وهي مرحلة تتوسط مرحلة استخراج اليورانيوم من المناجم وتحويله إلى وقود نووي صالح للاستعمال في المفاعلات النووية والطاقة السلمية. بعد مفاوضات استمرت نحو 16 ساعة في الخرطوم، أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور فشل بلاده ومصر وإثيوبيا خلال اجتماع اللجنة الثلاثية الخاصة حول سد النهضة في التوصل إلى تفاهمات. وقال في ختام الاجتماع الذي ضم وزراء الخارجية
ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث لم نتوصل إلى اتفاق أو إلى قرار مشترك. مصدر قريب من المحادثات لفت إلى أن الجهات الثلاث ستعود إلى الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبي أحمد لدرس ما تمخض عنه لقاء الخرطوم وتحديد الخطوة المقبلة. يذكر أن المفاوضات حول بناء السد تعثرت مرارا بسبب خلافات حول سعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملء المياه. ويتوقع أن تتدخل الإدارة الأمريكية لتقريب مواقف الدول الثلاث بعد زيارة وفد أمريكي الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، علما أن واشنطن تتبنى الموقف الإسرائيلي المنحاز لأثيوبيا. وأخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع نور صومة. مرحبا. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور فتيات عم بيعتصموا على الحدود الشرقية لقطاع غزة وحملوا يافطات مكتوب عليها I have a dream أو عندي حلم ومن حقي كن حرة ومن حقي العب بأمان. طالبوا من خلال العالم بحق حياة كريمة والعيش بأمان من قمع الاحتلال الصهيوني. تم تصوير مشهد مؤسف صار على إحدى الطرقات بلبنان وانتشر الفيديو على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية. بالفيديو أقفلت القوى الأمن الطريق على تقاطع برج المور ببيروت قدام المارة وسيارات أسعاف عم تنقل مريض بحالة حرجة كرمال تسهيل مرور موكب أحد كبار المسؤولين. هالمشهد أثار غضب الناشطين على السوشيال ميديا بما أنه هيدي حالة أكيد كتار منهم عيشوها على قليلة مرة. بعد فضيحة فيسبوك عن مشاركته بخرق ملايين الحسابات بالتعاون مع الشركة البريطانية كامبريدج أناليتيكا، أطلق الموقع ميزة جديدة رح تسمح للمستخدمين يعرفوا إذا تم خرق معلوماتهم الخاصة مع الشركة البريطانية، ورح تصير تظهر عند المستخدم Protecting Your Information على رأس صفحة النيوز فيد، وبمجرد الدخول على اللينك رح تظهر صفحة تعرض كل الأبليكيشنز يلي استعانوا المستخدمين بفيسبوك للدخول عليها، كما أنه رح يكون بإمكانهم يحذفوا البعض منها اللي وقفوا يستعملوها. بالإضافة إلى ذلك رح يبين تنبيه على الصفحات يلي وقعت ضحايا الشركة البريطانية. لهون منكن وصلنا لنهاية ترند يلي فيكن تتابعونا على فيسبوك وفيكن تتابعونا على إنستغرام وتويتر. لاقونا بكرة لأخبار ترندينج من السوشيال ميديا. والأخبار الفنية مع عمر خداج. سعيدة. أحيا الفنان مروان خوري حفل غنائي كبير بكازينو لبنان إلى جانب فريق لاف ستوري المؤلف من هشام حداد، جاد بوكرم، بونيتا سعدي وتوني أبو جودة. أكثر من 500 شخص كانوا موجودين في صالة السفرة بالكازينو واستمتعوا بالعرض اللي نظمته شركة شوت برودكشن. كاميرا الجديد كانت موجودة وأجرت مقابلات حصرية، وكانت المفاجأة أيضا وجود محمد شاكر بالحفل وشارك مروان بأغنية. مروان عندك زيارة قريبة على السعودية. أي الحقيقة يعني حديث الساعة إذا بدك هاليومين هو بجمعة 13 أبريل إذا الله راد بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية. إن شاء الله هيك الأمور تكون مثل ما أنا منتظر. برنامجي هذا هو بيصير تعديلات دائما بين حفلة وتانية حسب شو بتحب تقدم شيء خاص أنت، أحيان أغنية أغنيتين ثلاثة بهالمعدل هي. بس أكيد تجربة الإعلامية إذا بدنا نختصرها هيك شو بنقول عنها؟ أنا عندي تجربة تلفزيونية إذا بدك صغيرة اللي هي ضمت مع بعضها مروان الملحن والمغني والعازف، وكانت عم تستضيف هالفنانين. كانت احتفالية كبيرة بهالفن العظيم اللي تقدم على مدى سنين. عملت له غنية على اليوتيوب وفي أغنية للديو اللي غنيها العام الجديد كمان.
بجنن، بتمنى له التوفيق. العالم يعني حبته متعاطفه معه من هلا، يعني هي شغله كثير مهمه عليه هو يستفيد منها، لانه يعني بنحبهم لا بيو، واكيد لو ما حابين الصوت هو ما راح، بس رغم التشابه القوي بس هذا تشابه طبيعي، منه يعني منه مصنوع. حتى هو عم بيحكي هلا تفاجئت. شو استاذ مروان حبيبي صراحه، غير انه حبيب الوالد وغير انه فنان كبير وغير انه رافع اسم لبنان بالعالي صراحه. يعني رجع على الغناء فضل شاكر، شو بدك تقول؟ انا بدي اتمنى له، يعني شو بدي اتمنى له، انا بحبه شخصيا، بتمنى له كل التوفيق رغم الظروف الصعبة، رغم أنه في إشياء ما أنا منتهية يمكن عنا بالقضاء اللبناني، بتمنى أنه هالأمور تسوى، لأنه بعتقد وقت تنتهي هالأمور وبتتصفى ساعتها أنا بكون أول شخص برجع بقدم شيء لفضل الشاكر، بكون مبسوط من قلبي. أطلق الفنان عامر زيان ألبومه الجديد يلي حمل عنوان أغنية مستهونة ولاقت رواج كبير واستثنائي مؤخرا. الأغنية من كلمات وألحان منير عصاف، وصوى الفيديو كليب المخرج فادي حداد بدولة المغرب. تحكي مستهونة عن قصة عائلية بين أخ وأخته، وكان ملفت مشاركة الممثلة لارا خوري أخت الفنان عامر زيان بطولة الكليب. مستهونة لهو مشاهدينا بكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، منشوفكن باي باي. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، والبداية مع صحيفة النهار. الاستنفار الانتخابي يتصاعد مع المليارات والشكوك، الغرب يستعد لضربة محدودة لمواقع سورية. محمد بن سلمان بدأ لقاءاته في باريس وإعلان تعاون ثقافي بين فرنسا والسعودية. أما في عناوين صحيفة الأخبار، باريس 4، الاستعمار بحلة جديدة، من يرسم المعادلة الأخيرة؟ إسرائيل تغامر وتستدرج تورطا أمريكيا، ماكرون في سوريا دو ديجا فيو. الأنوار، ترامب يلوح برد عسكري ضد حكومة دمشق، مؤتمر باريس يفرض آلية لمتابعة تنفيذ وعود الحكومة اللبنانية. الإمارات تقدم دعما للجيش اللبناني وقوى الأمن ب 200 مليون دولار، وإسرائيل تستأنف بناء الجدار على الحدود مع لبنان. أما في عناوين صحيفة الديار، 8 طائرات إسرائيلية استعملت صواريخ نوعية وقصفت قاعدة سورية ومقتل إيرانيين وروس، الطائرات الروسية تبدأ دوريات 24 ساعة من ساحل صيدا حتى اللاذقية. وبالانتقال إلى عناوين صحيفة المستقبل، الحريري يتحدث غدا عن نتائج المؤتمر ومظلة عربية أوروبية أمريكية حافظة لاستقرار لبنان. سادر يبدأ الآن تحديث الاقتصاد ومكافحة الفساد. ترامب مرتكبو جريمة دوما سيدفعون الثمن. وثيقة استراتيجية بين السعودية وفرنسا. وبالانتقال إلى عناوين اللواء، غيوم داكنة فوق سوريا وقلق على الانتخابات في لبنان. الحريري يعود إلى باريس وبيروت الوطن لعدم توظيف سادر انتخابيا. كيميائي دوما توتر في مجلس الأمن وواشنطن سترد. أما في عنوان الصحيفة الجمهورية، عودة لا تنتخب أصحاب الصفقات. وفي عناوين صحيفة الحياة، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لإحياء لجنة التحقيق في الكيماوي. لقاء ثلاثي في باريس يجمع اليوم ماكرون ومحمد بن سلمان والحريري. مقتل الذراع اليمنى للبغدادي في كركوك يصيب الخلايا النائمة لداعش. روحاني، ترامب سيندم إذا انتهك الاتفاق النووي. وفي الختام مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط، احتفاء فرنسي بولي العهد السعودي يبرز رغبة بتعزيز التحالف. التدخلات الإيرانية والتركية أمام القمة العربية. بنك أهداف للنظام السوري على طاولة تحالف ثلاثي. جولة نادرة لبوتفليقة في خضم جدل الولاية الخامسة.
الآن في النشرة، مجلس الأمن يجتمع على كيميائي الدوما. إسرائيل تغير على مطار التيفور من أجواء لبنان. وأمريكا تهدد بالحرب على سوريا. أنا أعتقد ضربة محدودة وليس الضربة يعني لإسقاط النظام. شعب في بلدين جمعتهما الحروب. لما أروح على لبنان يعتبروني سوري، وهون بدهم يشوفوني لبناني. وهل تعطي المرأة الناخبة صوتها للمرأة المرشحة؟ النائب بالبرلمان هو وظيفته التشريع، تختار شخص بيقدر يشرع كفو وعنده مصداقية. النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد.تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.